انا كتير ايام بكلمه بقول انا مش قادره على كده. انت شرقي؟ غربي. سوري غربي. لا انت دلوقتي بتكذب. بنظره مختلفه لما كانت نازله من البيت بتاعها في المهندسين وكانت لابسه طقم ابيض كده، بعدين بصيت هو انا ليه عمري ما ايه ده بس انا هو انت ما بتحبيش انه تدخلي اوضه تلاقيها كلها ورد وبالونز؟ ده طبعا اي واحده تحب كده. علاقتهم فيها كل حاجه تتخيلها، حب، صداقه، دلع، تنشنه، شويه عكننه، توليفة مصرية لبنانية بامتياز. أبطالها الفنان أيمن القيصوني وزوجته الجميلة نسرين زريق. فيكي إيه المقدمة الحلوة دي؟ حبيبتي حبيتها قوي. حبيبتي مين عصبي أكتر؟ لا أكيد هو مش أنا. هي مش بتتعصب أكتر؟ لا أنا ممكن أكون عصبي أكتر، بس يعني كل واحد بيتعصب. يعني فكرة الزوج والزوجة دايماً إحنا عارفين إن الراجل الشرقي مجرد الدبلة ما جت هنا خلاص الست بقت ملكية خاصة بقى. لا ما اظنش ان احنا كده، يعني انا ما بعملش نسرين انها ملاكي قيصوني، بالعكس هي بتعمل اللي هي عايزاه، ان احنا الاثنين واثقين من بعض، فانا واثق ان مراتي خرجت راحت جت عارف انها بتحترمني انا هحترمها، فما فيش انها الملكيه زي ما بتقولي كده، ما فيش الملكيه. بعدين كلمه ملكيه بتبين كانه حاجه اوبجكت، عارفه حاجه شيء يعني، ف احنا الاثنين لبعض واحنا بنفضل نستعمل الترم ده. احنا عايزين نرجع بقى من الاول قصه الحب ما بينكم. انا عارفه ان هي بدات الاول بصداقه فعايزين نعرف تفاصيلها بقى. تفاصيلها احنا كنا فريندز زي اي اثنين يعني صحاب فتره طويله، بعدين ليه طويله جدا؟ قد ايه مثلا؟ لو فريندز عادي مفيش مشاعر للحب؟ لا لا خالص. عازمها على عيد ميلادي، دي على عيد ميلادي، نخرج عادي، نروح نتغدى عادي، بنتكلم مع بعض في كل حاجه اي حاجه، بس مفيش. لما بعدين نسرين كانت نقلت على مصر قبلي انا بكام شهر، فلما انا جيت على مصر اتكلمنا وكده فجأة الموضوع حصل فجأة بصراحة، أنا معرفش إزاي عمل سويتش. اللي هو خلاص بقى القلب بيقول إن هي دي حبيبتي بقى، أو هو ده حبيبي. أنا فاكر أول مرة اللي هو بصيت لها بنظرة مختلفة لما كانت نازلة من البيت بتاعها في المهندسين وكانت لابسة طقم أبيض كده، بعدين بصيت هو أنا ليه عمري ما إيه ده؟ وإحنا خارجين فريندز بس يوميها رحنا وسهرنا، بعدين في واحد من اصحابي جنبي بيحاول يبقى لطيف معاها وانا حسيت ان لا انا من جوه متضايق، فالموضوع اتغير من ساعتها بتقعد تجري ورايا بقى. طب انت اعترفي الاول بحبه؟ انا اكيد. هو طبعا. طب اخدت وقت لما فكرتي مثلا؟ نعم. ليه تاخد وقت؟ شايفاني ولا مش شايفاني ولا شايفه؟ ردي بقى. مش على التلفزيون. ابقى صريح يا ايمن، ما تكتبش يا ايمن، ما تبقاش يوسف. اخدت وقت ان انا يعني عشان ننقل الموضوع، يعني عارفه من العفش من الصداقه للصداقه شويه بس مش كتير. التفكير كان على ايمن ولا فكره المسؤوليه في حد ذاتها؟ انا رايحه في حته تانية يعني حاجه كده، انا عندي حريه وحياتي لوحدي، فجاه في شخص داخل حياتي، يعني كان ممكن يكون في تخوف من ده شويه. لا مش ده خالص، مش ده الموضوع. بس بصي هو عشان ايمن كان لسه طالع من علاقه، فده الموضوع اللي كان مقلقني بوقتها، فده اللي عشان كده خدت وقت في الموضوع ده، ما كنتش عاوزه انه ايمن يطلع من علاقه يدخل اللي هو ياخد وقته ويهدى خالص عشان يقدر يحدد مشاعره. لحد دلوقتي لسه مستنيه ان انا. طب ايمن مصري، ام لبنانيه، عشت في لندن، درست هناك. نسرين لبنانيه. التركيبه دي بقى، الخلطه دي، انت يعني في كل حاجه، مصري لبناني انجليزي برضه في نفس الوقت، دماغك ايه بقى؟ راجل شرقي قوي ولا اوبن ولا ما انا هقول حاجه هي هتقول حاجه تانية، نبتدي براي نسرين. لا قول انت الاول، انت ايه رايك في نفسك؟ فاجئت دلوقتي تقول انا هقول حاجه تانية. ايه انت هتقول ايه؟ ان انا بحس ان انا افكار كتير شرقي. انت شرقي؟ غربي. سوري غربي. لا انت دلوقتي بتكذب. غربي انت. لا انا هقول حاجه ثانيه. انا غربي.
من وانا عندي 8 سنين ولا 9 سنين عايش بره، فبس بحس ان سنين هتقول ان انا دماغي صعيدي. انت اه خالص بجد؟ هو انا هو متجوزني ولا متجوز حد؟ مش انت ما بتعرفش انا بفكر ازاي عنك؟ قوليلي بجد؟ قوليلي. لا انت طبعا تفكيرك مش شرقي. اه اوكي خالص يعني ابدا. مش عليه لحظه كده يبقى يعني دماغه تنشف؟ احنا زي ما بيقولوا عندنا كده بالبلد دماغه ناشفه بقى خلاص يعني. لا هي لو نشفت دماغه دي مش ملهاش دعوه بال هو منين، ده بيجي من العند. هو عنيد، شخص عنيد قوي، فلما بتيجي لما دماغه بتنشف بقول انت واحد عنيد، ما بقولوش انت شرقي عشان دي ممكن واحد اجنبي يبقى دماغه ناشفه يعني. بس لا بس ما بحسش انه عنده. انا عنيد وما شاء الله برضو عليها برضو يعني. طب السيطره مين بقى يعني لما يكون الاثنين عندي في البيت ما شاء الله دماغ ناشفه يعني، او مش عايزين نقول دماغ ناشفه، كل واحد يعني ليه كلمته او رؤيته، بتحلوها ازاي مع بعض السيطره دي بقى؟ ما نحلهاش. ما نحلهاش. احنا ممكن لو في حاجه مش شايفينها صح خلاص ممكن اعدد شهور، ممكن نقعد يوم يومين ما بنتكلمش وبعدين لوحدها تتعدي خلاص عارفه. بس قليل يحصل ده بصراحه، قليل قوي يعني. ما انا بقول لك ان احنا بالمبدا ما فيش حاجات كتير بنبقى شايفينها عكس بعض. ما جاتش في لحظه كده مثلا حسيت ان انت الحمل زايد عليكي شويه كاي ست يعني؟ لا هي مش جت لحظه، هي كل يوم وكل لحظه انا بحس كده. كل لحظه انا كتير ايام بكلمه بقول انا مش قادره على كده، انا تعبت، انا زهقت. عشان طبعا هو صعب جدا ان انت تبقي عايشه مع ولدين كل مسؤوليتهم عليكي، التدريس وتوصيل المدرسه وتاخدي الاكتيفيتيز وغير الخناقات بتاعتهم لطول اليوم، فده صعب قوي قوي على طول. الاب يعني وجوده مهم قوي في البيت، فلما انا ببقى بلعب الدورين الاب والام ده صعب. ف لما انا برجع على لبنان 4 ايام ببقى الولد الثالث بالنسبه لها. طب هو ايمن زوج متعب؟ متعب؟ لا مش زوج متعب يعني، لا هني يعني ما هوش حد يعني مثلا، لا لا خالص خالص. طلباته كتير مثلا بيعمل يساعد نفسه يعمل اكل لنفسه ولا محتاج حد يجيب له كوبايه الميه لغايه؟ لا لا هو مش كده خالص، لا 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 لا, لا اصلا هو كده انا ما كنتش اتجوزته. انا مش بصي دول زي انه الراجل الشرقي مثلا انه جيبي لي كوبايه الميه، جيبي لي حضري لي البيجاما، مش عارف دول التفاصيل دي انا ما بتخش دماغي خالص. لا لا حاولت كم مره بس اتوجعت بس في البيت. ما تكدبش اكيد. لا أتفه سبب، احنا لما بنتخانق بنتخانق على أتفه الأسباب، حاجات غبية قوي بس بجد. وعمرنا ما بنتخانق على حاجات فاندمنتلز عارفة من أسس العلاقة يعني، مثلا ما بنتخانقش على المواضيع دي، بس ممكن حاجات سخيفة بس برضو بقولك مش كتير، ما بنتخانقش كتير الحمد لله يعني قليل قوي. بطنش أنا كتير. وأنا كمان. ما بغنيلوش. بما انكم في مجال الفن فاكيد في معجبات بقى ومعجبين والكلام ده، الغيره بقى مصنفه ايه؟ اجاوب ازاي على السؤال ده؟ بصي انا انا طبعي ما بغيرش قوي يعني، ما بغيرش، مش غيوره بس ما بحبش لما الموضوع بيعدي يعني، لازم كل حاجه تبقى في احترام. اوكي يعني انا بقدر افهم قوي في عنده فانز بنات كتير، بس وكل الفانز البنات بتوعه لما بيبقوا بيتعاملوا معاه بطريقه محترمه انا طبعا ما عنديش مشكله، بس عندك فئه من البنات عارفه بتبقى وقحه يعني، بتنسى ان هم فانز وده راجل متجوز فبيعدوا الموضوع ده، فهنا ممكن اتضايق للاحترام مش اكتر عارفه. فلان انا عارفه هو عمره مش هيبص لحد تاني، فبيبقى بس مضايقني حته الاحترام. طب بعد السنين ما شاء الله في الجواز ربنا يديم عليكم العمر كله يا رب، فكر شكل الحب اختلف من اول مثلا سنتين ثلاثه دلوقتي، شكل الحب او الطريقه في التعبير عن الحب ده اختلف؟ بصي بالنسبه لي انا عارفه هو هيقول ايه، انا من النوع ما بعرفش اعبر قوي بالكلام. اوكي يعني وابني الكبير طالع لي يعني من النوع اللي ما بعرفش اقول طول الوقت بحبك ومش عارفه ايه واي لاف يو، يعني مش من النوع اللي بعبر في الكلام، بس بالتصرفات قوي 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 يعني.
فما بحسش انه انا اختلفت عليه من اول العلاقه الاخيره في الكلام والتعب، صح ولا صح؟ لسه هسجل الكلمه اللي هو اي لاف يو عشان اقعد اسمعها كده. ما تسمعهاش كتير. لا بس لا انا طبعا كده مش بس مع كل الناس، حتى مع اهلي مع اخواتي مع في البيت عارفه يعني، فما عنديش ما بعرفش. بس انا بالعكس انا بقولها كتير بدلع كتير. صح؟ انت رومانسي اكتر؟ ده. طب بصراحه بقى مين فيكم كان بينسى عيد ميلاد التاني او عيد الجواز بقى؟ لا بصي هي حصلت مره ايمن نسي عيد جوازنا، بس مره حصلت. ده كانت في البدايه خالص ولا مش لا من سنتين. عملت معاه ايه بقى؟ لا طبعا زعلت قوي قوي قوي، زعلت انا عشان المناسبات دي بتعني لي قوي يعني. انا من النوع اي مناسبه، عيد ميلاد، عيد ام، فالنتاين، بيرثداي، كل يجي في فتره في السنه بيبقى كلهم ورا بعض، الكريسماس، الفالنتاين، العيد ميلاد، عيد الام، كله ورا بعض. انا اي لاف اوكيجنز، بحب المناسبات دي قوي، فبالنسبه لي حد ينساها لا دي مجزره بالنسبه لي. طب عاتبتيه ازاي بقى؟ اللي هو ايه بقى؟ عاتبته اني عاقبته. السنين لما بتقفش بتبقى قماصه كده، بتبقى لا بصي عملت ايه يعني. انا من النوع سبته يعني، مش اول ما مثلا جاء احنا النهارده اتجوزنا فرحت مثلا بعد ساعه ساعتين ثلاثه قلت له انت على فكره نسيت، لا انا استنيت لغايه 12 بالليل لما عدى اليوم، لما خلاص هو راحت فرصته عارفه، قلت له فقلت له على فكره انت نسيت، فخلاص هو كده انا يعني. بس شوف عشان انا رومانسي وبحب وبدلع طول السنه، فساعات بحس ان هو طب خلاص يعني فالنتاينز. انت بتكذب ايه ده؟ لا فالنتاينز إيه بالنسبه إيه؟ لنسرين بالنسبه لنسرين فالنتاينز. طب ما انا بدلعك كل يوم. هو ايه ده نسرين فالنتاين ليه؟ هو انا ايه بس انا بقول لك ايه يعني؟ افرش لي الارض ورد وايه بعمل ايه؟ بس تحبي الموضوع ده شفتي؟ اني بنت تحب مش بس انا، هو انت ما بتحبيش انه تدخلي اوضه تلاقيها كلها ورد وبالونز؟ ده طبعا اي واحده تحب كده. حرام قتل الورد. حياه الورد.